بغرض رفع الجودة وتحسين الأداء لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة. يشارك وفد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مؤتمر الجمعية الدولية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد. للحديث أكثر عن ذلك يلتحق بنا عبر الهاتف من مدينة نيس الفرنسية المهندس محمد المبروك، متحدث الهيئة الجيومكانية. حياك الله معنا مهندس محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. مهندس محمد، حدثني عن هذه المنظمة والدور الذي تلعب في مجال التصوير الجوي تحديدا والاستشعار عن بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نرحب بكم وبالمشاهدين الكرام ونشكركم على هذه الاستضافة. الله يحييك. اسمح لي أبدأ بتعريف المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد باختصار شديد. فالمساحة التصويرية هي أحد أفرع المساحة، تقوم على جمع المعلومات عن سطح الأرض من خلال الكاميرات بأنواع، أو باختصار هو علم القياس من السطح. أما فيما يخص الاستشعار عن بعد فهو علم دراسة المعالم والظواهر والمساحات على سطح الأرض عن طريق تسجيل الأشعة المنعكسة أو المنبثقة عنها في مستشعرات أرضية أو جوية أو فضائية. أما فيما يخص الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد فهي منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين المنظمات العالمية اللي حقيقة لها اهتمامات في هذا الاختصاص. طبعا تأسست الجمعية عام 1910، وبذلك هي تعتبر أقدم منظمة دولية تعمل في هذا المجال اللي هو مجال المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد وعلوم المعلومات المكانية. طبعا تسعى الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد لتحقيق أهداف من خلال مثلا تعزيز المعرفة في المجالات اللي تهم الجمعية من خلال تشجيع وتسجيل وتسهيل البحث وتطوير التواصل العلمي والأنشطة البحثية. كذلك تقوم الجمعية على تقديم الدعم من خلال دورات علمية مختصة مع التركيز بشكل خاص على البلدان الأقل نمونا. كذلك المساهمة على نشر الوعي بأهمية المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد والعلوم المكانية اللي حقيقة لها الفائدة المرجوة للبشرية والاستدامة البيئية. جميل. مهندس محمد، ما هو العائد أو خلينا نقول الفائدة المرجوة اليوم في عمل هذه المنظمة تحديدا على القطاع لدينا في المملكة؟ جميل. طبعا تشارك الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في أعمال هذه المنظمة انطلاقا حقيقة من المهام والمسؤوليات التي أنيطت فيها بموجب تنظيمها، واللي نص في أحد المهام اللي حولت الهيئة على تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصها، طبعا ذلك وفق الإجراءات النظامية. فتسعى الهيئة حقيقة من هذا المشاركة إلى الالتقاء بالقطاع من خلال الاستفادة مما تقدمه هذه المنظمة من خدمات مثل تبادل الخبرات مع أعضاء المنظمة والمختصين في التخصصات المختلفة اللي حقيقة تهتم بها هذه المنظمة، مثل أنظمة الاستشعار، العلوم المكانية، التصوير الجوي، الاستشعار عن بعد وغيرها. أيضا من خلال إقامة المؤتمرات العالمية المختصة في هذه العلوم في المملكة وجلب أفضل العلماء والخبراء والمواضيع يعني مواضيع البحث إلى المملكة، وكذلك إتاحة الفرصة للمختصين والطلاب في المملكة بالاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في هذه التخصصات. طبعا أختم بهذه أنه المنظمة تشجع على دراسة البحث في مجال المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، وأيضا تتيح المنتديات والمؤتمرات في تبادل هذه العلوم والخبرات، وكذلك أيضا لها باع طويل حقيقة في جلب الشركات العالمية المختصة في هذا المجال. جميل، شكرا جزيلا لك مهندس محمد المبروك المتحدث الهيئة الجيومكانية. بعد الفاصل لنعود، ابقوا معنا.